كان سالح الملع رب سالح السلام عليكم. كساكنة مدينة طنجة كنقول إن لله وإنا إليه راجعون، وعزاؤنا واحد في ضحايا زلزال الحوز. الصراحة القلب ديالنا كيتقطع على ديك الشيء، ما كرهناش والله العظيم ما كرهناش نمشي، ولكن لا إله إلا الله. الله يعدم الأجر لكاع الناس اللي فقدوا العائلات ديالهم هنايا. الجماعة ديال طنجة وفرت لنا الفضاء اللي نقدروا يجيو كاع المحسنين يتطوعوا باللي قدرهم الله. كنتمنى يدوز هذا الشيء على خير وبخير، وان شاء الله كاع الناس يتعتقوا، وان شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. سكان مدينة طنجة بادروا بهذه المبادرة مزيونة. عملنا لي ستوري الصباح انا وصاحبي انس عاد سوق ومولاي العابد، عملنا ستوريات الصباح قلنا لهم نتلاقاو مع الله 4:30 هنا حدا تجمع البعض. بدات اللي عنده شي واحد شي كسوة ولا شي صباط ولا شي حاجة، الناس خلاو داكشي اللي كنقولوا وجابوا شي حاجة ماكثر اللي حنا ما كناش متوقعينها. الحمد لله يا ربي، الناس طنجة والناس كرامين الاخوان واحد الدرجة، ما تصوروهاش، ما خيبوش الامل ديالنا. شوفوا تبارك الله هذه الرموكة الثانية اللي كتعمر، تبارك الله الثانية الاولانية سردناها. ان شاء الله يا ربي غنشبروا الطريق بالليل، ندور الحوز وغنعاودوا تنتالوا دنت، نشوفوا العائلات واسر الضحايا اللي باقي محتاجين اي حاجه تما كنلبيوها حنايا. حنا موجودين، حنا راه الاشاره، وهذا الشيء بلا جمعيه لا سبونسور لا حتى شي واحد لا حتى شي حاجه، مبادره شخصيه عملناها غير حنايا الاخوان باش تكونوا عارفين اللي كاين. راه حتى جمعيه ما كاين حتى شي حاجه، ما هادشي حنايا عملنا هذه المبادره، والحمد لله الناس طنجه لباو هذه الدعوه هذه، وشكرا بزاف. هذا اليوم حنايا شاركنا حنا والاعضاء ديالنا باش نضمنوا مع الفاجعه اللي وقعت الزلازل مع الاخوان ديالنا في المدن المغربيه كاملين، سواء مراكش او تارودانت. اذا الاعضاء ديال الجمعيه جمعوا ما قدر من المستطاع وجينا نشاركوا مع كيف ما كتشوفوا الحمله اللي من العديد من الانفلونسور اخرين وشاركنا معاهم. اذا كنتمنى وتقبل منا الله هذا العمل، وبغينا نقولوا بان الجمعيات باقي فيهم الخير والشباب باقي فيه الخير، ثم كتشوفوا المواطنين كاملين يد وحده من اجل الغد افضل ان شاء الله. واللي تضرروا كنتمنوا لهم زعما الشفاء العاجل، واللي ماتوا تما الله يرحمهم يا ربي. حنا ساكنه طنجة جينا كنضامنوا مع الاخوان ديالنا في المناطق المنكوبه، حوز مراكش المصاب الجلال داكشي اللي وقع لهم. ايوا الله يرحم الموتى ويخلف مضاع ويتقبل من الجميع. معنى هذا النداء هذا والناس كتضامن وهذا، جينا حتى حنا عاوتاني كنقدموا يد المساعده للاخوان ديالنا، والله يقبل من الجميع. وهذه مش ايام ديال المغاربه والساكنه طنجه بالخصوص. ديال طنجه عندنا هذه الفزيعه اللي قامت بها في ارض الوطن، راه حنا مغاربه وكنساندوا هاد الاخوان هادو، راه هما خوتنا مساكن، وحنا هذا هو البرهان ديال الشعب المغربي. وهذا في هذه الساعه اللي كتحتاج ان المواطن شنو مواطنه هي بنحزه، اما كمواطن عادي ما كنتمنى الله سبحانه وتعالى هاد الساكنه طنجه حتى هي كامله تنوض وتنهض في جميع المقرات، فيها كاين الحمد لله بزاف الاماكن
يلتفت فيما كان شي حاجه قريبه يلتحقوا ويعاونوا الاخوان ديالنا مساكن. راه هذه راه احنا كاملين عندي هنا القلب ديالنا كيحزن مع اللي قدرنا عليه نعملوه. حنا كمجتمع مدني بعدا خصو ينوض، وكساكنه نعاونوا السلطه لان السلطه قايمه بالواجب ديالها، وحنا عاوتاني حنا ان شاء الله. السلام عليكم. كتضامنوا مع هذه الفاجعه هذه اللي وقعت في المدينه ديالنا في هذه النواحي المغرب، وكنتمنى فهمتيني يصبر الاهل ديالهم، اي واحد الله يوفق الله يوفقهم والله يجيب لهم السهله والتيسر. وحنا كنتعاوننا في سبيل الله والله يقبل الاشياء ديالنا في ميزان الحسن. الحمد لله لسكان طنجه تعاونوا وتضامنوا مع هاد الناس هادو كاملين، والله يجي والله يعطيهم الخير، وباقي الناس وباقي الخير في طنجه الحمد لله، وباقي الخير في المغرب. أنا شحال ما طلعتي في اليوتيوب والانستغرام خلصنا صاحبي صاحبي صاحبي.